السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل الأبي والصفحة الفيسبوك تربية النحل ولاية السطيف الجزائرية. كما تلاحظون هذا الفحص الثاني لخلية بطريقة ديماري، العاسلة الأولى العاسلة الثانية. العاسلة الثانية هذه فيها حوالي 3 إطارات مملوءة بالنحل، النحل بدأ يخزن العسل كذلك ولكن كثافة شوية ناقصة. هذه مملوءة عن آخرها بالعسل وكذلك بالنحل، والخلية الأم هاي الخلية الأم أمامكم. شوفوا هنا كنت داير المصيدة، هذه ذكور، هذه الملقاة على الأرض ذكور، لأني كنت داير مصيدة حبوب اللقاح. الآن راح ننزعها باش نفتح على الخلية، خاصة تهوية، تهوية بالمصيدة عندما يكون النحل مضغوط يعني بقوة تكون تهوية ناقصة. هذه الآن راح نحبس لها المصيد حبوب اللقاح الى وقت لاحق. لماذا؟ لان الخليه في تطور، وكذلك نعطيها فرصه ممكن حتى 15 يوم مفتوحه لكي يدخل النحل، يدخل الرحيق. راه ما عارف في درجه حراره والشوكيه تبدا تزهر، يبدا الرحيق ان شاء الله. والدليل ان مخزنه في العسيله هذه، اذا ممكن نستعملها مصيده تاع الباب احسن يعني لفتره وننزح. مصيده القاعده توقف ما نجمعش بها، ممكن نستعملها المصيده تاع الباب اذا صلحته. اذا صلحت معليش فيها يا اما نجمع وما نجمعش منها، هذا امر اخر. المهم اذا خزن النحل حبوب اللقاح لازم نجمع، لازم هي من الاحسن لو تكون مصيده تاع الباب احسن مع الكثافه هذه، تجمع وتفتح، تجمع وتفتح وهكذا. اذا ما يهمناش حبوب اللقاح، احنا اللي تهمنا الخليه. الخليه راهي ما شاء الله العسيله قلت فيها العسل. هذا هو الفحص الثاني فقط. الملكه راهي موجوده بالاسفل البيض، هاي الخليه، هاي يعني ما شاء الله هذه عسل. عندما يكون العسل تجد النحل هادئ نوعا ما، هادئ. معليش نخليو احنا الخليه هذه لان راح نركز على صندوق تربيه. صندوق تربية شوفوا الطريقة راهي ما شاء الله. يعني صراحة أنا ما لم أريد أن أرفع الإطارات، ولكن فحصت موجود العسل، كل الإطارات فيها العسل وفيها حتى من بدأ يختم. إذا اللي تهمنا القاعدة، القاعدة وهي الصندوق الأم. صندوق الأم نزعت لها واحد حضانة، راح ندير العسيلة الثانية موش الأولى، الثانية. لماذا؟ لأنه هذا تاع الحضانة هذا راح نفحصه، ممكن يدير لي بيوت ملكيه، ممكن فيه بعض البيض والله في الحواف يدير لي بيوت ملكيه. اذا واش راح ندير؟ راح نعاود نرفع الضغط على الخليه بهذا الاطار لكي تضع فيه الملكه البيض. اذا وضعت لها اطار، وهذا نديه للعاسله الثانيه ونرجع العاسله الثانيه. بالطبع الحاجز يكون موجود. بعض الاحيان الاخوان اعطيكم كذلك نصيحه، اللي راه يستعمل الحواجز هي تموت فيها الذكور، مرة على مرة افتح دخن تخرج الذكور او انفض الحاجز. انفض الحاجز يقدر حتى الحاجز لو تموت الذكور بقوة في الحاجز يغلق على النحل شوية تهوية وتنقص الحركة. لماذا؟ لان اغلب الاطارات الان فيها حضانة مغلقة، فيها حضانة الذكور. اذا هذا هو العمل اللي شرحت لكم يعني في عجالة في حوالي 4 دقائق. واش راح نعمل؟ نزعت حضانة مغلقة، حطيت واحد مبني فارغ، سأرفعه إلى العسيلة الثانية لكي أفحص بسهولة. العسيلة هذه خلاص يعني الملكة ما تصعدش، يعني لو ما عنديش العسيلة الثانية فارغة كنت راح ننزل الحاجز، لكن ما زالت شوية الوقت وننزع يعني الحاجز ما راحش يبقى في الخلية. مع مرور الوقت خلاص لازم ننزعه، خاصة مع تدفق الرحيق وكذلك ارتفاع درجات الحرارة. إذا شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا دائما دعمنا والاشتراك معنا في القناة وفي الصفحة على الفيسبوك تربية نحل ولاية السطيف الجزائرية. إلى اللقاء.